بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، أهلا بكم في دروس. موضوع درسنا لهذا اليوم: تطبيقات على السرعة المتجهة النسبية، التطبيقات الثانية للصف الأول ثانوي، الفصل الدراسي الثاني، المادة فيزياء المستوى الثاني. سنتعلم اليوم أيها الكرام كيف نستطيع حل مسائل تتعلق بسرعة النسبية، وأيضا نحلل حالات تكون فيها مجموعة المحاور متحركة. تعلمنا فيما سبق السرعة النسبية، وقلنا أن المقصود بها هي سرعة الجسم A بالنسبة للجسم C حاصل الجمع الاتجاهي لسرعة الجسم A بالنسبة للجسم B، ثم بعد ذلك سرعة الجسم B بالنسبة لسرعة الجسم C. وتكلمنا عن حالات ثلاثة: الحالة الأولى كما هي موضحة أمامكم في الصورة، عندما يكون الشخص ساكنا في السيارة لا يتحرك، والسيارة تتحرك بسرعة قدرها 20 متر لكل ثانية باتجاه إكس الموجب، وهناك راصد على الأرض، راصد ساكن يريد أن يحسب بعض الحسابات للسرعة بالنسبة من جسم إلى آخر، سرعة جسم بالنسبة إلى جسم آخر. فالحالة الأولى، في هذه الحالة عندما يكون الراصد ساكن يريد أن يحسب سرعة السيارة بالنسبة إلى أهل الراصد، فتكون سرعة السيارة بالنسبة إلى الراصد كما هو موضح أمامنا 20 متر لكل ثانية. الحالة الثانية، سرعة الشخص بالنسبة إلى السيارة، سرعة الشخص بالنسبة إلى السيارة، بما أن الشخص ساكن فتكون سرعته بالنسبة للسيارة تساوي الصفر. طيب، سرعة الشخص بالنسبة إلى راصد ساكن على الأرض، هذا الراصد يريد أن يحسب سرعة الشخص بالنسبة له، وهذا الشخص ساكن في السيارة والسيارة متحركة بسرعة قدرها 20 متر لكل ثانية، فتكون هنا سرعة الشخص بالنسبة لراصد ساكن على الأرض، سرعة الشخص بالنسبة لراصد ساكن على الأرض تكون 20 متر لكل ثانية. هذه الحالة الأولى عندما يكون الشخص في السيارة ساكن. الحالة الثانية، نلاحظ هنا وهذه حالة مهمة جدا، لدينا قطار يسير بسرعة قدرها 20 متر لكل ثانية في اتجاه إكس الموجب، وهناك شخص داخل القطار، داخل عربة من إحدى عربات القطار، يسير بسرعة قدرها 1 متر لكل ثانية في نفس اتجاه حركة القطار، وهناك راصد ساكن يريد أن يحسب سرعة القطار، سرعة الشخص داخل القطار بالنسبة له. فهناك ثلاث حالات: الحالة الأولى سرعة الشخص بالنسبة لراصد ساكن على الأرض، عندما يكون هذا الشخص ساكن على الأرض يريد أن يحسب سرعة الشخص المتحرك داخل القطار. نلاحظ هنا بما أنهم في نفس الاتجاه فيكون لدينا نجمع السرعات المتجهة 20 متر لكل ثانية زائدا 1 متر لكل ثانية، ويكون الجواب هو 21 متر لكل ثانية. لماذا قمنا بعملية الجمع هنا؟ لأنهما في نفس الاتجاه، لأنهما في نفس الاتجاه. الحالة الثانية، سرعة القطار بالنسبة للراصد، هذا الراصد يريد أن يحسب سرعة القطار، فتكون سرعة القطار هي 20 متر لكل ثانية، 20 متر لكل ثانية التي يتحرك بها القطار. الحالة الثالثة، سرعة الشخص بالنسبة إلى القطار، لو نفترض أن هذا الراصد الساكن دخل داخل هذه العربة ويريد أن يحسب سرعة الشخص المتحرك هذه، فستكون سرعة الشخص 1 متر لكل ثانية. هذه إحدى حالات السرعة النسبية عندما يكونان الشخص والقطار في نفس الاتجاه. حالة أخرى، الحالة الثالثة، قطار يسير بسرعة قدرها 20 متر لكل ثانية في اتجاه إكس الموجب، وهناك شخص يمشي في العربة ويسير باتجاه معاكس بسرعة قدرها 1 متر لكل ثانية، وهناك راصد ساكن في الأرض. هذا الراصد الساكن يريد أن يحسب أولا سرعة الشخص بالنسبة له، سرعة الشخص بالنسبة للراصد الساكن على الأرض كم؟ نلاحظ هنا أيها الكرام بما أن اتجاهي الحركة متعاكسين فإننا سنقوم بطرح بينهما، طرح السرعة المتجهة الأولى ونطرح منها السرعة المتجهة الثانية، وهذه الإشارة معناها أن السرعة الثانية تكون معاكسة للسرعة
الأولى. فعشرين زائدا سالب واحد تساوي 19 متر لكل ثانية. سرعة القطار بالنسبة إلى الراصد، هذه الحالة الثانية، سرعة القطار بالنسبة إلى الراصد. سرعة القطار بالنسبة إلى الراصد أيها الكرام ستكون 20 متر لكل ثانية، لأن القطار يتحرك بسرعة قدرها 20 متر لكل ثانية. إذا صعد الراصد إلى أعلى القطار وأراد أن يحسب سرعة الشخص، سرعة الشخص بالنسبة إلى القطار ستكون 1 متر لكل ثانية، ولكن في اتجاه معاكس له فتكون بإشارة السالب. السرعة النسبية المتجهة أيها الكرام تحسب من العلاقة التالية: سرعة الجسم A بالنسبة للجسم C تساوي حاصل الجمع الاتجاهي لسرعة الجسم A بالنسبة إلى B زائدا السرعة الجسم B بالنسبة إلى C. وهنا نقطة مهمة جدا نريد توضيحها، أن هذه الإشارة تعني النسبة، النسبة، فهذه الإشارة تعني النسبة، نسبة سرعة الجسم A بالنسبة إلى C. وعادة في حل المسائل تكون، نلاحظ هنا أن مكونة من بسط، هذا الكسر مكون من بسط ومقام، فيكون المقام عادة هو القيمة الأكبر، سواء كانت مثلا هذه القيمة رقما أم مكانا كالأرض مثلا أو الماء وغيرها. وسنلاحظ في حل المسائل كيف نستطيع تطبيق هذه الأمور. إذن هذا هو قانون السرعة المتجهة النسبية. نأتي الآن إلى تطبيق هذا العلاقة الرياضية في حل هذه المسائل. المسألة الأولى: قارب صيد سرعته القصوى 3 متر لكل ثانية بالنسبة إلى ماء يجري بسرعة 2 متر لكل ثانية، ما أقصى سرعة يصل إليها القارب بالنسبة لضفة النهر؟ ما رأيكم أيها الطلاب والطالبات، ما هو الجواب المناسب لهذه المسألة؟ أقصى سرعة، نلاحظ هنا أيها الكرام عبارة مهمة جدا، أقصى سرعة يصل إليها القارب تكون عندما يتحرك القارب بأقصى سرعة له في اتجاه تيار النهر نفسه، في اتجاه تيار النهر نفسه، واضح؟ لابد أن يتحرك القارب في نفس اتجاه التيار النهر حتى تكون أقصى سرعة يصل إليها القارب. فنستطيع حل هذا السؤال كالتالي: نقول أقصى سرعة يصل إليها القارب عندما يتحرك في اتجاه تيار النهر نفسه بأقصى سرعة له، بأقصى سرعة له، وتحسب من العلاقة التالية. ركز في العلاقة، كيف نكتب هذه العلاقة الرياضية؟ سنقول V هذه السرعة، أولا القارب بالنسبة إلى الضفة يعني ضفة النهر تساوي V، وهنا نسبة أيضا القارب بالنسبة إلى الماء زائدا V الماء بالنسبة للضفة. فهناك عندنا ثلاث أمور مهمة: القارب والضفة والماء. فنلاحظ أن القارب إذا كان في الماء يسير بسرعة قصوى له تكون 3 زائدا سرعة الماء بالنسبة إلى الضفة كما موضح في السؤال تكون 2 متر، فيصبح إجابة هذا السؤال هي 5 متر لكل
ثانية نلاحظ هنا أننا قمنا بالجمع. لماذا؟ لأنه يريد أن يصل إلى أقصى سرعة له، أقصى سرعة له، وتكون عندما يتحرك القارب في نفس اتجاه التيار للنهر، فذلك تكون 3 زائد 2 يساوي 5 متر لكل ثانية. النقطة المهمة جدا تكون في السؤال القادم، ركز في السؤال القادم. قارب صيد سرعته القصوى 3 متر لكل ثانية بالنسبة إلى ما يجري بسرعة قدرها 2 متر لكل ثانية، ما أدنى سرعة يصل إليها القارب بالنسبة إلى ضفة النهر؟ كيف نستطيع حل هذا السؤال أيها الطلاب والطالبات؟ كالتالي، نقول أدنى سرعة يصل إليها القارب عندما يتحرك في عكس اتجاه التيار، وتحسب من العلاقة التالية. نقول هذه السرعة V وهذه النسبة القارب بالنسبة إلى الضفة تساوي سرعة القارب بالنسبة إلى الماء زائدا سرعة الماء بالنسبة إلى الضفة، وتكون كالتالي 3 اللي هي سرعة القارب في الماء سرعته القصوى 3 زائدا، ركز معي هنا راح افتح قوس، تكون في عكس اتجاه حركة الماء تساوي 2 متر لكل ثانية بإشارة سالب حتى تكون معاكسة، ويكون جوابها 1 متر لكل ثانية. هذا حل هذا السؤال والسؤال السابق بالتفصيل حتى تكون واضحة لكم خطوات حل المسائل في السرعة المتجهة النسبية. نأتي إلى سؤال آخر. تطير طائرة في اتجاه الجنوب بسرعة قدرها 175 كيلومتر للساعة بالنسبة إلى الهواء، وهناك رياح تهب في اتجاه الشرق بسرعة قدرها 85 كيلومتر لكل ساعة بالنسبة إلى الأرض، ما اتجاه الطائرة بالنسبة إلى الأرض؟ في هذا السؤال أيها الكرام المطلوب هو اتجاه الطائرة فقط، وليس مثلا المطلوب مقدار سرعة الطائرة واتجاهها، فقط الاتجاه. كيف نستطيع إيجاد اتجاه هذه الطائرة؟ نحن نعلم أنه يمكن تطبيق نظرية فيثاغورس أو قانون الجيب أو الجيب التمام على مثلث السرعات لأي مسألة نستطيع أو تحتاج هذا التطبيق. فهذه المسألة أيها الكرام لدينا المطلوب هو فقط اتجاه الطائرة بالنسبة إلى الأرض، والاتجاه يحسب عادة من قانون الذي سبق وأن درسناه في الباب الخامس، وهو زاوية المتجه المحصل والمحصلة والتي تحسب من العلاقة ثيتا تساوي تان أنفس مقلوب التان يعني على واي في إكس. ونستطيع حل هذه المسألة كالتالي، نقول أن هذه الواي هنا ستكون تان مقلوب التان 175 على 85، وتكون جواب هذا السؤال هو 64، فيكون هو اتجاه درجة، يكون اتجاه الطائرة بالنسبة للأرض في زاوية قدرها 64 جنوب شرق. ولو أردنا توضيح المسألة بطريقة أخرى نستطيع رسم المحاور محور X ومحور Y
بهذا الشكل. نحن نعلم أن هذا واي الموجب في اتجاه الشمال، واي السالب في اتجاه الجنوب، واكس الموجب في اتجاه الشرق، واكس السالب في اتجاه الغرب. فالطائرة في اتجاه الجنوب بهذا الاتجاه، وهناك رياح تهب في اتجاه الشرق في هذا الاتجاه. فهذه الطائرة تتحرك بسرعة قدرها 175 في هذا الاتجاه، واتجاه الشرق اللي هي الرياح تكون سرعتها 85. لذلك قلنا الواي على الاكس ووجدنا الزاوية فكانت 64 باتجاه الجنوب الشرقي، باتجاه الجنوب الشرقي. نأتي إلى سؤال آخر لتطبيقات على السرعة المتجهة النسبية. هذا السؤال يقول: تطير طائرة نحو الشمال بسرعة قدرها 250 كيلومتر لكل ساعة بالنسبة للهواء، وتهب رياح عليها نحو الشرق بسرعة قدرها 70 كيلومتر لكل ساعة بالنسبة إلى الأرض، فما سرعة الطائرة بالنسبة إلى الأرض؟ فما سرعة الطائرة بالنسبة إلى الأرض؟ لحل هذه المسألة نوضح بعض الرموز المستخدمة في العلاقة الرياضية للسرعة المتجهة النسبية. بداية فنقول سنستخدم الحرف B للطائرة و W للرياح و E للأرض. فالمطلوب الآن هو سرعة الطائرة بالنسبة للأرض V، وهذه النسبة الطائرة B بالنسبة إلى الأرض كم تساوي. نلاحظ هنا أيها الكرام، لو نفترض أن هذه المحاور محور X ومحور Y، هذا في اتجاه الشمال وهذا في اتجاه الشرق، فالطائرة تطير نحو الشمال في هذا الاتجاه بسرعة قدرها 250 كيلومتر لكل ساعة، والرياح في اتجاه الشرق بهذا الاتجاه 70 كيلومتر في الساعة. نلاحظ أن الزاوية بينهما قائمة، لذلك راح نستخدم نظرية ماذا؟ نظرية فيثاغورس على مثلث السرعات لإيجاد سرعة الطائرة بالنسبة للأرض وتساوي هنا V سرعة الطائرة بالنسبة للأرض تساوي جذر، أولا سرعة الطائرة بالنسبة للرياح أو بالنسبة للهواء، الطائرة P بالنسبة للرياح زائدا سرعة الرياح بالنسبة إلى الأرض والكل تربيع. ويكون جواب هذا السؤال كالتالي: جذر التربيعي 250 تربيع زائدا 70 تربيع، ويكون الجواب هي سرعة الطائرة بالنسبة إلى الأرض يساوي 259 وين 6 كيلومتر لكل ساعة. هذه أيها الكرام المطلوب الأول سرعة الطائرة بالنسبة إلى الأرض. لو أردنا حساب الاتجاه، اتجاه هذه الطائرة ستحسب من العلاقة ثيتا تساوي مقلوب التان أنفيرس اللي هو تان أنفيرس واي على إكس، ويكون جواب هذا السؤال الزاوية تساوي تان أنفيرس 250 على 70، ويكون الجواب هو الزاوية كالتالي 74.3 درجة في اتجاه الشمال الشرق. هذا أيها الكرام حل هذا السؤال بالتفصيل بإيجاد سرعة الطائرة بالنسبة للأرض وكذلك اتجاهها. أيها الكرام تعلمنا اليوم السرعة المتجهة النسبية وقانونها المستخدم وكيف استخدمنا هذا القانون، إما إن كان هناك استطعنا تطبيق في نظرية فيثاغورس أو تطبيق عندما يكون على محور واحد كما كان في مثال قارب الصيد. مراجع درسنا لهذا اليوم: الفيزياء المستوى الثاني للصف الأول ثانوي، معجم الفيزياء المصور، الفيزياء للأدباء، سلسلة التبسيط وسلسلة بالبيد التعليمية. للتواصل أو المزيد من الدروس على موقعنا على الإنترنت
أو على حساب دروس على تويتر أو على الهاتف المجاني. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.